رابح وكيل وكيل كلية الطب جامعة بنها والمشرف على المستشفى. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. هو انا وكيل الكليه لخدمه المجتمع ولست مشرفا على المستشفى، ولكن اعلم كثيرا عن المستشفيات. طيب يا دكتور، الوضع الصحي هو وضع يعني ما ينفعش ان انا اديله توصيف اجامل فيه حقيقه واضحه، هو وضع متردي جدا يكاد يعني يقترب من الصفر. فاللي اعرفه يا دكتور يعني تقصد يعني معلش انا بس سيادتك تقصد ايه بالظبط؟ لانك انت حضرتك مستشفى بنها الجامعي، هو الموضوع على ايه بالظبط عشان انا عارف؟ الموضوع على مستشفى بنها الجامعي وتردي الخدمة الصحية وسوء المعاملة من التمريض بالتحديد، شكوى من التمريض بالتحديد فيما يتعلق بقسم يعني الأطفال، والفيديو اللي قدامنا مواطنين صوروه وبعتوه. أنا مش قدام التلفزيون يا فندم حضرتك، يعني بس حضرتك تقدر تعتبر كلامي يعني موثوق فيه لأن أنا بتكلم من خلال فيديو. أنا 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 الكلام اللي حضرتك بتقول لو في أي شكوى خاصة بأي حاجة خاصة بالأطفال، خاصة بأي قسم، حضرتك في مدير المستشفى موجود، رئيس مجلس الإدارة موجود، في أي شكوى يجي يقول لنا بالظبط الوضع إيه. لكن حضرتك بنعرض خصوصية معينة أو حاجة معينة بالنسبة لحالة لا أدري عنها أي شيء، والفيديو ده بتاع إيه بالظبط؟ وحالة إيه؟ ودخلت إزاي؟ وإمتى؟ ومين اللي استقبلها؟ وإيه مدى الإهمال بتاع الممرضة؟ بس أنا مش فاهم برضو حضرتك طلبات حضرتك ايه بالظبط. لا 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 يا دكتور، لا 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 لا، لحظه بس بعد اذن حضرتك. هي الموضوع مش حاله وحاله داخله واتعاملت وحش، ده فيديو متصور من جوه المستشفى بيجيب وضع سلبي. انت صور يا فندم معلش. واضح جدا اللي صور اهالي المرضى، الناس اهالي المرضى مسكوا الكاميرا بتاعت الفيديو يا دكتور. اصل انا مش هنقعد نجمل فيها يعني، انا فاهم. انا بقول لحضرتك، انا بسال حضرتك متى، انت السنه دي السنه اللي فاتت ده امبارح موجود في مستشفى بنها الجامعي؟ امبارح يا دكتور، امبارح. تقصد امبارح يا فندم؟ امبارح. امبارح امبارح يا دكتور. امبارح في مستشفى بنها الجامعي ولا التامين الصحي؟ في مستشفى بنها الجامعي. بنها الجامعي المسؤول بعد اذن حضرتك او الاخت او البنت او اي حاجه يجوا بس يقولوا لنا بالظبط الوضع ايه، واحنا نشوف. يا ريت يا دكتور، الله ربنا يبارك فيك يا دكتور. بس استاذن، انا بتكلم مع حضرتك يا فندم، بس اديني فرصه عشان حضرتك اقدر اساعد المريض اللي احنا بنشتغل عشانه. طيب اتفضل حضرتك، ونحل المشكله لعدم تكرارها، واذا كان هناك في اي اهمال حضرتك احنا تحت امرك، اخذت بال حضرتك، نعاقب المهمل. لكن هنقول هناك قصور، ده احنا حضرتك احنا عاملين يا فندم، احنا نرجو من حضراتكم كاعلاميين ونرجو من الساده المشاركين في الخدمه الاجتماعيه ومشاركين في المجتمع يجوا يشاركوا معانا في وضع اطر للحفاظ على الطبيب والمرضى من ما يحدث ما بينهم وبين بعض. لكن احنا دلوقتي بنقول عايزين الخدمه جيده يا فندم. انا الوحيد، انا الجامعه الوحيده والمستشفى الوحيده اللي موجوده في محافظه القليوبيه اللي شايله المحافظه، بستقبل 1300 حاله يوميا. انا امكانياتي الماديه والبشريه والمعنويه تكاد تكون ضئيله بالمقارنه بوزاره الصحه. اذا كان هناك في اي تقصير نرجو حضراتكم تيجوا تشوف قصور فين. طيب انا استاذن حضرتك، انا يعني كلام محترم جدا، كلام محترم جدا يا دكتور، وانا مقدر الكلام ده جدا، بس استاذن حضرتك ممكن نبعت لحضرتك الفيديو ده حضرتك تشوفه؟ قوي يا فندم، ويا ريت حد من اهل المريض. هل كويس يعني، هل ينفع يعني يفيد حضرتك لو سمعت الفيديو ده دلوقتي معايا، ولا حضرتك تحب تشوفه؟ طبعا تحت امرك. طب يا ريت حضرتك تسمعه معايا. طب يا ريت حضرتك تسمعه وهبعته لحضرتك برضه. يا ريت. زي ما انتم شايفين الناس بتنام هنا يا باشا طول الليل على طول. قسم الاطفال في مستشفى بنها الجامعي. الاهالي افتح بقى يا استاذ محمد، فين دور الامن يا باشا؟ حضرتك موجود هنا من امتى؟ انا هنا بقى لي يومين يا فندم. وايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل والله حاله سيئه، يعني سيئه. الممرضات اتعاملوا معانا باسلوب مش كويس، نيجي نتكلم معاهم يحسسونا ان احنا شغالين عندهم. انا عارفه شغلي، ممكن مثلا تقعد بالاربع ساعات ما تجيش ما تشوفهاش. بعديها مثلا يا فندم يعني ايه، كان المفروض ان هي علقت الكاميرا وسابتها، قالت انا دقيقه وجايه. احاول الف عليها الاقيها قاعده في اوضه وبتفرج على التلفزيون وما بتعملش اي حاجه. فين شغلك؟ فين الاداره؟ فين الاداره اللي هنا؟ مفيش اي اداره مسؤوله عن الكلام ده خالص. Thank you.
عملت معاه ايه؟ كسرت والله كسرت الحقنة في القناة بتاعتي. والله جوزي أول مرة في حياته 7 سنين يخبطني بالقلم على وشي عشان يقدر إن أنا ما أضربهوش. أنا كنت عاوز أضربها من اللي عملته فيا. 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 اسمها إيه؟ اسمها إيه الممرضة؟ اسمها ولاء علاء. والآلاء. عارفة قالت لي هو ما فيش إلا مريم في في المستشفى كلها. والدكتورة الدكتورة إيه اسمها؟ علاء اسمها نهاد. الكلوكوز تقول لك روح هاتي هند. تقول لي روحي. انا واحده مش متعلمه اروح اجيب ازازه كلوكوز وحطيت لك كلوكوز فاضي لبنتي. علاء انما ما اه والله حطيت لك كلوكوز فاضي لبنتي وانا حسبنت عليها ان وقعته ببنتي تدوق هي مش ولاء. فخلاص معدي من هنا يا ام ماجد. ده برضه نفس نفس الموضوع امبارح مش مشيت مش مشيت انت رايح من اللي فات. والمعامله هنا عامله ايه؟ زي زفت ازاي؟ زي زفت ازاي؟ مش رعاية بصراحة. كل واحدة اللي مثلا شايفة لك تلفزيون تقعد قدامه تقول لها تعالى ما بتكلمش عليك. طب ما تعملش عليك. بقول لك على اللي كانت موجودة. لا انت يا ولاء يا ربنا. ام مريم ما تعلمنيش. لا 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 دكتور يعني اذا كنت حضرتك طبعا قدرت تميز الاصوات بشكل واضح وحضرتك شفت الفيديو معانا فارجوك يعني حضرتك ارجو من حضرتك بس بعدين طب تمام التلفزيون عند حضرتك اهو شغال يتواصل معايا تليفونيا حالا 5 دقائق هطلع الاسم وارد على حضرتك وحد يديني رقمك وانا اكلمك على طول واشوف الدنيا اخبارها ايه حالا حالا يا دكتور. وانا شاكر جدا اهتمام حضرتك طبعا وسرعه تفاعلك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ناخد بقى سياده النائب احمد بدوي. معلش سياده النائب.